شنو نقول لك اخ متناول فرحانين بزاف الخا ما نكذبش عليك دا كما شجعت الخاوه واخا مولاوي ولكن ديما الدم واعر بزاف والله ما يمكنش وحبيت لي ما بوفال وحبيت نقول نحكي تبارك الله عليك وتبارك الله على المنتخب كامل وتبارك الله على الدراري اللي تفرجوا معنا ان شاء الله يدوز للفينال ونربحوا ان شاء الله. بالنسبه لي اللي كان باريس واعر بزاف بزاف الاثاره حيت تماركا الجول الاولاني اللي كنا دهشانين وهذا ولكن التشجيع ديالنا الحمد لله والقتاليه ديال اللعابه فالاكيد ان الامور جات بخير وعلى خير كنتمناو لهم انهم يزيدوا يتقاتلوا على القميص الوطني وباقي المقابلات. شكرا والتحيه خاصه بوفال وحكيمي ومالي هزين ديك المنتخب تحيه لمالاوي والصحاب اللي استيا يسمحوا لنا يكونوا رجال يا كوت ديفوار يا مصر اللي جا بسم الله ان شاء الله. منتخب تبارك الله عليه عنده مستوى في الاداء كما شفنا في باردي في ميديو الاولاني كان واحد بوزيسيون استحواذ الكره كان صالح ليه لو مش ني كان واحد ديفول واحد الغفله زربوا علينا ولكن نرجعوا لبارديدو ان شاء الله نتمنى يدوا الكان ديالنا ان شاء الله. تبارك الله عليهم وعندهم روح قتاليه وبونتوراج وديما مارك. باردي دو كان شنقول لك كما كيقولوا طنجه باردي شاعل فهمتي زربوا لينا في الاول ديك قوي ما عرفتش كيفاش دخل ولكن عندنا الدراري تبارك الله عليهم ماركاو ريمونتادا مغربيه هي المقابله في الشوط الاول عشنا شويه ديال الضغوطات بحكم اللي سجلوا لنا الهدف في الدقائق الاولانيه ولكن الحمد لله كنشكروا المنتخب المغربي استطاع يعود في النتيجه وفرحنا وفرح كاع الشعب المغربي وان شاء الله كنتمنوا نوصلوا للمقابله النهائيه ونفوزوا بالكاس وشكرا للمنتخب ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.